تتمسك بالألفاظ وما أريد أدخل في صلب الموضوع. اثنين، أكو عندنا لا بنوة بالواقع هم حقيقية وهم شرعية، ها؟ يعني تجتمع بيها كل الصفات، وأكو بنوة لا والله بنوة صايرة عن عقد وصايرة عن ما يعني عن حقيقة، لكن بنوة لا تتصف بأنها متحدة مع الأبوة بالمبادئ. هذا المعنى اللي يريد القرآن، سأشرح لك إياه شنو. كأنه المفروض أن الولد على سر أبيه، والشكل نقول إحنا الولد على سر أبيه، لكن الولد إذا اختلف مع أبوه بالمبادئ، اختلف مع أبوه بالاتجاهات، شن عبر عنه؟ نعبر عنه أنه ليس من أهله، يعني ما تجمع ما بيناتهم أهلية التضامن والاندماج والاتفاق. هذا المعنى اللي أرادت الآية، ما أرادت معنى آخر، سيجينا خلال البحث، لأن بعض المفسرين افتهم منها شيء لا مو صحيح، يجينا. الآية الكريمة شو تعبر؟ تقول نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، قال له أنت واعدتني أن أهلي تنجيهم من الطوفان، الطوفان حدث وهذا ابني من أهلي، واحد من أهلي هذا، وأريد مثل ما واعدتني، وعدك الحق، أنت عندما تعد ما تخلف، خلص لي ابني. القرآن الكريم نبه إلى نقطة، قال البنوة اللي أنت تتصورها متحققة بابنك ما متحققة على صعيد المبادئ، وإنما على صعيد الدم واللحم بس، هذا هو. كأنه ابنك أنت يرتبط بيك من ناحية الدم واللحم، وإلا ما مرتبط بيك لا من ناحية أخلاق ولا من قيام ولا من آداب، وهذا الواقع ما أيشر الدم، ها؟ ما أهون الدم، الواقع الدم، الأب ينمو إذا نماك دم ولحم، هاي مو أبوة، يعني أرجوك، هاي مثل ما يقولون حتى الحيوان يخلف، ها؟ حتى الحيوان يمكن أن ينمي نفس الشيء، لا، الأبوة كون أنت تغرس بي أخلاقك، قيمك، مبادئك. القرآن الكريم يقول له هذا ابنك ليس من أهلك، يختلف عنك بالمبادئ بالقيم بالأخلاق. ومن هنا احنا نعرف أن الأبوة الروحية تلعب دورا مهما، الأبوة الروحية تلعب دور مهم. يعني انت الآن لو تجي شوية تحاسبنا، هذول الأولاد اللي الآن ينشؤون افرض في المدارس، بصمات المعلم بين عليه أكثر من بصمات الأب. ليش؟ لأن المعلم ينقل فكر، المعلم يحمل فكر، الأب يلده دم ولحم، لكن المعلم يبنيه فكر. بعد أعرف مسؤولية المعلم، مسؤوليته أمام الله كبيرة، لأنه هو اللي راح ينشئ هذا الإنسان، لازم يعلمه على الآداب، على الأخلاق، لازم يعلم على الاستقامة، لازم يهدي سبيل الرشاد، ما لازم يحرفه. يعني احنا مرينا بحقبة، ما ادري اعتقد شوية انحسرت، مرينا بحقبة المعلم مش عنده مبدأ شايلة بدماغه يجيبه، وين يصبه؟ بروس التلاميذ المشاكين. والحال هذا التلميذ امانة، انت اذا عندك مبدأ، عندك مبدأ غير مبدأ إلا أنت مسؤول، مرة تحمل مبدأ دينه، لا والله مبدأ دينه جزاك الله خير على إيصاله إليه، اتعلم الرشاد، الهداية، الخلق، هذا شيء الله عز وجل يسألنا عن، الله تبارك وتعالى يسألنا عن نقل أفكار السماء إلى الأرض، لكن أن يجيب لك مبدأ من المبادئ المنحرفة وتصبه براشة، لا، أنت مسؤول أمام الله. فأعود للموضوع، القرآن الكريم ليش ينفي بنوة ابن نوح؟ ليش يقول لأنه ليس من أهلك؟
المفروض أن متحدر من ماء. إيش معنى أن يقول له ليس من أهلك؟ يريد يقول له أن البنوة الواقعية ترى مو البنوة اللي تقوم على الدم، ترى أكو هواية أولاد يعتبرون فلان ابن فلان لكنه ما إلى علاقة بأبوه بالمرة، ما إلى علاقة بأخلاقه ومبادئ أبوه بالمرة. هذا مو ولد، هذا مصيبة، كارثة. هذا الولد الحقيقي، الولد اللي يحمل الرشد، يحمل الهداية، اللي يكون سبب حتى إذا أبوه منحرف هو يهدي أباه. نبه لي شوية، يهدي أباه، لأنه الشارع يخول هذا المعنى. الشارع نعم يخول، يعطيه هذا الحق.